اسمها جيم محمود رئيس إدارة الجمعيات والإدارية فاس العتيقة. نعم. توجيه الملكية السامية لجمالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده، وتفعيلا لمضم الدستور المغربي، أصبح المجتمع المدني شريكا فاعلا في تدبير الشأن العام المحلي، ترسيخا لدعائم لدعائم دولة الحق والقانون في إطار الحكمة الجيدة التي تعتمد على الشراكة والمشاركة كشريكا قويا وقوة اقتراحية فيما يخص مدينتنا العتيقة فاس المدينة، انطلاقا من غيرتنا وتشبثنا بالمواطنة الخالصة، نتمد المسؤولية الكاملة إلى جميع الصحافة السمعية والمرئية التي تشوه سمعة المدينة، وجميع التضاربات السياسية والخطابات السياسية اللي كتشوه بهذه السمعة لأن ما كاينش فيها الأمن والأمان. إننا من هذا المنبر نحث على جميع الفاعلين السياسيين بتغيير المنظور اللي كتشوفوا السياحة بمدينة فاس، لأن التضاربات السياسية أصبحت عائق كبير في مدينة فاس، وهي اللي كتقتل هذه المدينة هذه. ولا سيما أن الحمد لله الله أنعم علينا بملك شاب، وهو الذي يوجه تعليماته السامية إلى هذه المدينة، وهو نصره الله، هو اللي أعطاها واحد المنظور جديد، وفضلا بالحكومة ديالو الرشيدة اللي هي دابا كتمثل في رئيس الحكومة واللي كيشرف عليها السيد الإله بالكيلان، كان من هذا المنطلق هذا كنقولوا له الله يجازيك بخير، وجه واحد شويه ديال السرعه في العمل في هذه المدينه هذه ويغير الوجهه ديالها، وانطلاقا من العمل ديال الامن والامان في مدينه فاس كنشكروا من هذا المنبر هذا السيد وزير الداخليه وسيد مدير العام للأمن الوطني ووالي جهة فاس بالمال السيد محمد الدردري، اللي ما فاتئ أنه غلق علينا الباب ديالو، السيد والي الأمن اللي كيسهر على تسيير الأمن والأمن في مدينة فاس، وأننا فعلا هاد الناس لمسنا فيهم حقيقة الوجهة اللي كنا باغيين، وأن أصبح اليوم أتحدى بعض الجهات أو هذا أن المسؤولين كيهبطوا حتى لعندنا وكيبشروا معنا العمل ديالهم، وان بفضل التوجيهات ديالنا فضل الباب هذا انهم كيشاركونا حقيقيا، ولا سيما ان المشروع اللي ديال طريق جديده هذا الاخير اللي غادي يكون ممر سياحي حقيقي، انه فعلا من بعد الاجتماعات المتتاليه ومن بعد الزياره ديالو الاخيره ديالو البارح السيد الوالي عطى تعليماته الخاصه ان باش يتم تسريع ديال الوتيره ديالو، وانها فعلا تمت تسريع الوتيره، ان المحطات الحمد لله ديال الوقوف السيارات اللي كانت كتشكل لنا مشكل اصبحت الحمد لله بباب جديد كلها، وان الشركه ديال سيتي باص الى هي مشات معنا في التيار اللي باغيين غادي تربط واحد الخطوط جديده اللي كتربط ما بين باب جديد والصيف ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغتكون بثمن رمزي، وبان الامن والامان في هذه المدينه هذه، وان شاء الله كنطلبوا من السيد وزير السياحه انه التفت لهذه المدينه هذه الى التفت لها ويتسنط لها شي شويش، لان حنا كمؤسسه المجتمع المدني وعايشين في هذا الباب هذه كنقولوا له الله يكثر خيرك، اجي تسمع منا وتعرف الحقيقه ديال مدينه فاس، لانها تهملات مع العلم ان مدينه فاس عاصمه روحيه للمملكه، وان المشاريع اللي كنتقدموا بها اللي هي كتعرق لها لنا مشروع ديال اعاده ادماج ذاك الناس ديال المرشدين غير المرخصين السياحيين، تقدمنا بهذا المشروع اللي كنا صدنا الولايات لجهه فاس بولمان في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بشراكه مع الفيدراليه ديالنا ومع الجمعيه المغربيه للتنميه البشريه والتعاون، كنا تقدمنا بهذا المشروع باش غادي نخدموا هاد الناس هادو في اطار قانوني، يعني اصلاح وادماج المرشدين السياحيين وكان رفض من طرف الوزاره، كان رفض من طرف مندوبيه السياحه بحجه ان الاداره المركزيه غير رافضه. نعم. اذا من هنا الشركاء وافقوا لنا. واش انت تجدد الطلب ديالك مره اخرى؟ الطلب ديالي السيد وزير السياحه من هذا المنبر هذا. نعم. كنجدد الطلب ديالي انه يسرع لنا بهذه الوسيله، لان عندنا مشاريع كثيره في هذا الباب هذه، وتنشكرو فاس نيوز على هذا الاسم ديالك بالقصعي.
الصفة ديالك شنو المهنة ديالك دابا؟ سيدي هنا مدير لهاد الشركة سميتها؟ قصر الصقر، الشركة قصر الصقر. شنو الإشكال اللي قلتي لي؟ زول هذا من هنا باش ندخل في الملك. طيحوه من الاول ديالو حتى للثاني وبناو هذا كله ودعموا لنا وخلاو لنا هادشي هكا هادي الاولى. المشكل الثاني عندي في البيت الفوقاني اللي فوق منه واللي فوق منه. نعم. الدار هادي اللي هنايا ديال 24 هي السبب المشكل، جاو يصوبوها بعد بداوها طيحوا السور الاول وطيحوا السور الثاني. المقاول اللي كان هنا ما كانش شاد الخدمه مزيانه، تعمل شي ثغرات قبيحه من هاد السور هذا الجاي اللي جاي يطيحو طيح من تما حتى لهنايا وبنى وطلع حتى للفوق وعاوتاني طيح من هنا حتى لتليه. نعم. وعاد بدا يبني رانا سبب لنا في الفوق واحد السوار تشقو. هو غادي يطلع وغادي يشوف بعينك كيفاش داير. هنا يد العاملة تأثرت، يد العاملة هي تأثرت، الخدامة اللي عندكم جريتوا عليهم؟ كل شيء كله. هذا كان كله، هذا كان كله. وأنا عاد صورته. مصوره. هذا كان عندي بيت سكت صبي صغير عشق المعلم اللي عشي كاع كله هو هذا كافي مقبلتك. هذاك الحيط راه تبنى من تحت البنايه شحال العمر ديالها؟ 400 سنه 400 ما البنايه شحال عمرها؟ فوق 400 سنه هذا البنايه فوق 400 سنه لان هذا المحل هذا راه كان اثاري هذا كان كيقولوا له محل ديال العروسه. هاد الناس اللي كانوا ساكنين هنايا كانوا عندهم بحال دابا بناتهم وداكشي هذا كيتزوجوا كانوا كيديروا لهم الحنة هنايا، إلا ما داروش الحنة هنا بحال ما كاين حتى شي حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمدينة العتيقة هي مدينة كما كنقولوا أرض خصبة بالنسبة للمشاريع وبالنسبة حتى الآفاق اللي كاينة، هي واخا مدينة قديمة عندها آفاق كبيرة بالنسبة في الميدان السياحي، ولهذا حنا كنشوفوا بأنه أي مشروع كيبدا ضروري وكيخصو الممول. حنا دابا في المدينة كنشوفوا بأن الأبناك ما كتلعبش دورها اللي خصها تلعبو بالنسبة لتمويل المشاريع اللي كاينة في المدينة. مثلا على سبيل المثال أي تاجر كيف ما كان النوع ديالو، إلا كانت عنده بالنسبه للفوند كوميرس ان فوند كوميرس ماشي يعني سجل تجاري ماشي فالابل بالنسبه في المدينه، يعني بحال دابا مثلا مشيتي باش تاخذ غير ان كريدي باش تمول المشروع ديالك ما كيعطيوكش، يعني بالعكس في المدينه الجديده او في المدن الاخرى اي مدينه من غير المدينه القديمه ديال فاس فهناك تمويل كيبلغ حتى 100%، هنا ما كيمولوكش حتى ب 20-30%. إذا المطالب ديالك هو تفعيل المساهمة البنكية. تفعيل المساهمة البنكية، وبالنسبة للتجار، لأن التجار كيتعاملوا مع السياح، كاين داك ملي كدوز مثلا ديك الورقة البنكية أو تي بي أو، دائما كيروتيرولك فيه 3%، وكاين هذيك الفاسيليتي دو كاس اللي هي 14% 14% ديال الانتيري ديال الفائده. اذا هادشي بزاف. وبالنسبه لهاد الايام اللي يعني هاد السنين اللي كانت فيها الازمه، يعني هادي اللي زادت اثقالات الكاهل ديال الجميع ما يتعلق بالباعه او التجار في الميدان ديال سميتو المنتوجات السياحيه. ولهذا كنشوف انا بانه
كيخص هاد الابناك يتعاملوا مع هاد الناس راه واخا دوز ازمه مثلا اليوم حتى غادي تحيد وراه غادي يكون الخير ويديروا معاهم المرونه في السيوف السهوله في, 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 في الاداء يديروا معاهم بزاف الى 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 داروا معاهم غادي يربحوا لان المدينه راه كتحتوي على اكثر من نقولوا 10000 ولا 8000 ديال المحلات التجاريه وهي راه كنز راه كنز الى مشات انفيست يعني استثمروا فيه راه غادي